السلام عليكم متابعي اعزاء، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو القصير. راح نتحدث به عن جهاز الكلاريك. جهاز الكلاريك ما يميزه هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي فيه عده خصائص بهذا الجهاز الكلاريك. اولا عندنا الممر الامن او الانتليجنت تراكنج، يعني يحسب مسافه امنه بين النبضه والنبضه. الخاصيه الثانيه هو التبريد الذكي، يعني قبل كل نبضه ليزر اكو نبضه تبريد. الفقره الاخرى هو قضانا على مشكله الشعر الوبري، يعني اللي هو لا هو شعر دقيق ولا هو شعر سميك. من خصائص هذا الجهاز انه قضانا على هاي المشكله مال الشعر الوبري. اهم فقره به هو مساله الوقت، يعني اختصر لنا الوقت. بالاجهزه الاخرى نشوف الجهاز يغطي الجسم بساعه او ساعه ونص، جهاز كلاريك 2 يغطي الجسم كله ب 30 دقيقه. محدثكم الدكتور اسعد الفلك، طبيب امراض جلديه والليزر والتجميل من البصر. شكرا لكم.